يا صباح الفل، يا مساء الفل، أينما كنتم وقتما سمعتم هذه المحاضرة. هنكمل المحاضرات بتاعتنا في الأستيولوجي. النهاردة هنتكلم عن lower limbs، الطرف السفلي. وزي ما اتكلمنا عن الـ upper limbs، نفس السكيم اللي استخدمناه هنستخدمه في الـ lower limbs. تعالى ناخد overview بسرعة كده، نبدأ نتكلم عن حاجات بسيطة ونرجع تاني لكل تفصيل. زي ما اتكلمنا عن الابر ليمب، ادينا اهو هنفصل وهنقول كل الحاجات اللي قلناها عن الابر ليمب بسرعه شديده جدا. اتكلمنا ان الابر ليمب في جزء بيسميه شولدر جيردل، وبعد كده في عندنا الفري ابر ليمبس. تمام، الشولدر جيردل قلنا السكابيولا والكلافيكل واتكلمنا عنهم بالتفصيل. بعد كده الفري ابر ليمبس اتكلمنا عن الهيومرس، عظمه مستقله، والراديوس والالنا. وبعد كده اتكلمنا على الكاربال بونز، واتكلمنا على الميتاكاربال بونز، واتكلمنا عن الفالانجيز، اتكلمنا عن الثامب لوحده، واتكلمنا عن الفور فينجرز. زي كده النهارده بنفس السكيم هنبدا نتكلم عن اللور ليمبس. فهنقول اول حاجه في عندنا بيلفيك جيردل، حزام حوضي، وبعد كده في عندنا فري لور ليمبس. فري لور ليمبس اللي بيتكونوا من عظمه الفيمر، وبعد كده التيبيا والفيبولا، وبعد كده تارزال بونز وميتا تارزال بونز، و فور شور عندنا الجريت توي والفور اذر تويز. This is the similarity of the structure in plan in the two limbs. ركز، اعرف السيميلاريتي في الاستراكشر، وهنبدا الرحله بتاعتنا النهارده عن اللور limb. So lower limb consists of the pelvic girdle firstly. وظيفتها ان هي بتعمل connection ما بين lower limb والترانك. وهنقول ان هي it's formed of two hip bones وكمان sacrum. الهيب بون بيسموها باللغه العربيه عظمه الورك، والساكرم بيسموها عظمه العجز. طيب في حاجات تانيه قال لك بنتكلم دلوقتي كمان عن الفري لور ليم بونز، زي البون اوف ذا ثاي عظمه الفخذ الفيمر، وبونز اوف ذا ليج وعظام الساق، زي التيبيا والفيبولا. التيبيا والفيبولا اللي هم ايه؟ عظمه الساق الكبيره وعظمه الساق الصغيره. كمان في بونز of the foot، عظام القدم. نبدأ بالتارسس، بعد كده ميتا تارسس، بعد كده فالانجيز. يبقى التارسس، ميتا تارسس، والفالانجيز. تعالوا نبص عليهم كده بالراحة ونرسم مع بعض. استخدم القلم بتاعك، الورقة بتاعتك، وابدأ ارسم رسم كروكي عن كل حاجة احنا بنذاكرها عشان خاطر تعرف توصل لها بسهولة، وعشان خاطر تتحفر في الذاكرة بتاعت حضرتك. هنبدأ نستخدم النهاردة قلم تاني زي القلم ده. ودي أول حاجة بنتكلم عنها البيلفيك جيردل. اتكلمنا عن أول حاجة في البيلفيك جيردل، العظمة دي بيسموها هيب بون، ودي موجودة من ناحيتين، ناحية اليمين وناحية الشمال. طب في النص في عندي إيه؟ قال لك في النص في عندي الساكرم. طيب بعدين في عندي ايه؟ قال لك في الفيمر موجوده من الناحيتين، بعد كده في عندي الفيبيولا والتيبيا. طيب دي ايه بالظبط؟ الصغيره ايه؟ الصغيره بيسموها فيبيولا، والكبير اللي قلبه كبير الطيب بيسموه ايه؟ تيبيا. طيب تيبيا، تيبيا قلبه كبير قلبه طيب، يبقى العظمه الكبيره اسمها تيبيا. طيب بعد كده في عندي التارسلز، وبعد كده عندي الميتا تارسال سبونز، وفي الفالانجيز. كلام لغايه دلوقتي اعتقد واضح وسهل. نخش على تكوين الهيب بون. قال لك الهيب بون بتتكون من ثلاث عظام. الهيب بون بتتكون من ايه؟ من ثلاث عظام. اول عظمه من عظام الهيب بون بيسموها الالياك بون. الالياك بون اللي هي عظمه الحرقفه. طيب بعد كده في ايه؟ عندك الاسكيال بون، العظمه الاسكيه، بعد كده بيوبيك بون، عظمه العانه. تعال نبص عليهم في الرسمه هنا. زي ما حضراتكم شايفين معايا، اللي باللون الاحمر ده الاليام او الالياك بون، موجوده من ناحيتين اهي. طيب اللي موجوده باللون الاخضر ده ايه؟ ده
الاسكيال بون، ده الاسكيال بون، ده الايه؟ الاسكيال بون. طب دي الحته الوحيده اللي فاضله في الاخر لونها اصفر، ده هنسميها ايه؟ البيوبيك بون. شكرا. الالياك بون بيقول لك it's the upper part of the hip bone، لسه رسمناها من شويه وعرفنا ان هي الجزء العلوي من الهيب بون. طيب ليها ايه؟ ليها 3 بوردرز، ليها upper border، anterior border، و posterior border. دي الحاجات اللي تتحفظ. طب الحاجات اللي تتفهم ايه؟ قال لك ان الابر بوردر او الحد الاعلى called the iliac crest، بيسموه الالياك كريست، which has 3 lips، عنده 3 شفاه، inner داخلي، middle وسطي، and outer خارجي، which has tubercle of iliac crest. طب الانتيريور بوردر قال لك presents the anterior superior iliac spine، بيمثل لي الانتيريور superior iliac spine، ودي حاجة مهمة جدا هنحتاجها بعدين. لذا اعرف الانتيريور superior iliac spine موجودة في الانتيريور بوردر لمين؟ للإلياك بون. كمان في عندي posterior border which presents the posterior superior iliac spine والposterior inferior iliac spine. طب كده خلصنا الإلياك بون؟ قال لك لا، it has two surfaces، عندها outer و inner surface. الأوتر surface بسموه gluteal surface والinner surface بسموه pelvic surface. ادي الإلياك بون موجودة قدام حضراتكم، اللي هي من فوق موجودة من فوق، دي الإلياك بون. طبعا هنشوف هنا الإلياك كريست أو موجود هنا، بعد كده هنشوف هنا الأنتيريور سوبيريور إلياك سباين، هنشوف الأنتيريور إنفيريور إلياك سباين، وبعد كده هنشوف من الناحية دي البوستيريور إنفيريور إلياك سباين، وهنشوف البوستيريور سوبيريور إلياك سباين. طب دي إيه بالظبط؟ قال لك دي الإلياك فوسة. طب ده إيه بالظبط؟ قال لك ده البوستيريور سوبيريور إلياك سباين. طب وده inferior superior iliac spine مرة تانية. طيب ده ايه بالظبط الحتة دي؟ شايفها؟ الحتة دي ايه؟ قال لك دي الarticular surface للgreater sciatic notch. كلام جميل لغاية دلوقتي. طيب الاسكيال بون، الاسكيال بون اللي هي العظمة الاسكيال، قال لك the lower posterior part of the hip bone، الجزء السفلي الخلفي من الهيب بون، عظمة الورك. ليه بودي؟ ليه جسم. which has three surfaces، عندها ثلاث اسطح، الفيمورال والبلفيك والبولتيريور، وعنده كمان two borders، عنده حدين anterior from anterior form part of obturator foramen والposterior form lower part of greater sciatic notch. طب الاسكيال بون كمان عندها حاجات تانية غير البادي؟ قال لك عندها الاسكيال توبيروسيتي، وعندها الاسكيال سباين، وعندها الاسكيال ريموس. اسكيال توبيروسيتي، اسكيال سباين، اسكيال ريموس. طب التوبيروسيتي دي عبارة عن حتة كده محدبة بيسموها التحديبة بتاعت الاسكيال بون. طب السباين بيسموه ايه او ايه مفهومه؟ قال لك ده ظهر العظمة. طب النوتش دي عبارة عن ايه؟ الاسكيال نوتش، قال لك النوتش دي عبارة عن شقة صغيرة موجودة في العظمة. طب الريمس ده ايه؟ ده فرع من الفروع بتاعت العظمة. طب الكريست ده ايه؟ قال لك دي قمة من القمام بتاعت العظمة. طيب الاسكيال توبيروسيتي is divided by transverse ridge into an upper quadrangular part. upper quadrangular part تمام، formed of lower medial and upper lateral part and lower triangular part. يبقى في عندي upper quadrangular part، جزء علوي مربع الشكل او له اربع اضلاع، ولور triangular part، وجزء سفلي مثلث الشكل. طب حلو قوي، في عندي كمان الاسكيال سباين، ظهر العظمه بتاعت الاسكيم. قال لك ظهر العظمة دي separates the greater sciatic notch from the lesser sciatic notch، يعني بيفصل ال greater sciatic notch عن ال lesser sciatic notch. طب ايه هي ال ischial ramus؟ قال لك ال ischial ramus which joins the inferior pubic ramus to form ischio pubic joint. ايه ده؟ يعني ادي ischial ramus، ischial ramus joins ال inferior pubic ramus عشان يعملوا لي ايه؟ ischio pubic conjoint.
ريموس. Which form with that of the opposites the pubic arch, مقابلا للبيوبيك arch. طيب البيوبيك بون كمان عندها lower anterior part. البيوبيك بون هي lower anterior part of the hip bone. قال لك البيوبيك بون اهي دي lower anterior part. يبقى هتكلمنا عن ischial bone lower posterior part. يبقى البيوبيك بون هي lower anterior part of the hip bone. consists of ايه بتتكون من ايه؟ قال لك اول حاجه بتتكون من body, بتتكون من جسم. حلو قوي. غير الجسم بتتكون من حاجات تانية؟ قال لك بتتكون من حاجات تانية هنتكلم عنها. بس البادي يهمني اعرف ان في 3 surfaces: anterior, posterior, medial surface. anterior surface, posterior surface, and medial surface. طيب دول بيعملوا ايه؟ قال لك it articulates with the medial surface of the opposite bone to form the symphysis pubis. عشان يكونوا لي السيمفيسس بيوبس. طيب its upper border الحد الاعلى called pubic crest, بنسميه pubic crest. طب حلو قوي, كلام جميل. ده البادي بتاع البيوبيك. طب البيوبيك بون كمان عنديها superior pubic ramus. عندها ايه؟ superior pubic ramus, which has three surfaces. عنده ثلاث أسطح: البكتينيال سيرفيس والبوستيريور بيلفيك سيرفيس والانفيريور ابتوريتور سيرفيس. تاني بكتينيال سيرفيس, بوستيريور بيلفيك سيرفيس وانفيريور ابتوريتور سيرفيس, which shows a groove for passage of the obturator nerve and vessels. يعني بيورينا جروف عبارة عن نتوق عشان يمر من خلال الابتوريتور nerve and vessels, العصب السدادي والأوعية المحيطة به. نبص هنا تاني كده على الرسمة دي بسرعة. دي الإليوم احنا شفناها من شوية واتكلم عنها. طبعا ده anteriorly وده posteriorly وده detailed lateral view of this bone, hip bone. طيب بالنسبة للإليوم الحتة دي قال لك دي أعلى, دي الجناح بتاعها. طب ده إيه؟ ده الإليك كريست. طيب ده إيه بالظبط؟ ده قال لك الأنتيريور سوبيريور إليك سباين. طب وده إيه؟ ده الأنتيريور إنفيريور إليك سباين. طيب وده إيه كمان؟ قال لك ده البادي أوف ذا إليم, ده الجسم بتاع الإليم. يهمني أعرف الجريتر سياتيك نوتش عشان ليها دور. أهي جريتر سياتيك نوتش, أبص عليها وأعرف مكانها أهي. هنا دي جريتر سياتيك نوتش. طيب دي ايه بالظبط؟ قال لك دي البوستيريور انفيريور اليك سباين. طب ودي ايه؟ ده البوستيريور سوبيريور اليك سباين. طيب والحته الصغنونه دي ايه؟ قال لك دي الانفيريور, دي البوستيريور ودي الانفيريور ودي الانتيريور جلوتيال لاينز. بتكلم عن ايه جلوتيال لاينز؟ ثلاثه, عندي ثلاثة gluteal lines. anterior gluteal line ادي مكانه, حلو, وعندي inferior gluteal line ادي مكانه, وعندي كمان posterior gluteal line ادي مكانه. حلو قوي. طيب بالنسبة للإسكيام اللي لونها هنا احمر قدامنا, قال لك ده البادي اوف إسكيام, ده جسم الإسكيام. طب ده ايه ده الحتة دي؟ ده قال لك الإسكيال سباين. طب امال ده ايه بالظبط؟ قال لك دي الليسر سياتيك نوتش. يبقى انا بصيت هنا على الجريتر سياتيك نوتش اللي موجوده في الاليوم, هبص على الليسر سياتيك نوتش اللي موجوده في الاسكيوم. طيب ده ايه بالظبط الحته دي؟ الحته دي ايه؟ قال لك دي الاسكيال توبيروسيتي. طيب ده ايه بالظبط؟ قال لك ده الريمس اوف اسكيوم. طب انا خلصت الاسكيوم, في شويه كده مكونات عندي في البيوبس او البيوبيك بون اقدر اعرفهم. تعال نبدا من فوق لتحت. التجويف ده مهم جدا, بيسموه ايه؟ الاسيتابولوم. الاسيتابولوم. طيب التجويف ده ايه؟ ده قال لك تحت الاسيتابولوم دي الاسيتابولار نوتش. طيب انا نسيت اقول لك التجويف ده اسمه ابتوريتور فورامين وده مهم جدا برضه. طيب الريمس ده بيسموه ايه؟ قال لك ده سوبيريور ريمس اوف بيوبس. طب امال ده ايه بالظبط؟ قال لك ده البيوبيك توبركل. طيب
دي ايه بالظبط؟ دي الانفيريور ريموس اوف بيوبس. يبقى ركز في كل تكوين، ارسم الكلام ده وخليه موجود قدام حضرتك عشان خاطر تعرف التكوينات. نكمل. البيوبيك بون بتتكون كمان من انفيريور بيوبيك ريموس، والانفيريور بيوبيك ريموس بيلتحق بالاسكيال ريموس عشان يديني تو سيرفيسز اوتر وانر بيلفيك سيرفيس، ويديني تو بوردرز ابر بوردر ولور بوردر. ابر بوردر بيكون لي بارت اوف اوبتريتور فورامين، بيكون لي جزء من الاوبتريتور فورامين، واللور بوردر بيفورم البيوبيك ارش، بيكون لي البيوبيك ارش. طب الارتكوليشن اوف هيب بون ايه؟ الارتكوليشن المنطقه بتاعه المفاصل بتاعه الهيب بون. قال لك anteriorly من ناحيه الاماميه with other hip bones forming symphysis pubis، بيكون لي symphysis pubis. طب posteriorly with sacrum، مع السكرم بيكون لي sacroiliac joint. انا بس محتاج احفظ الاسماء دي، لما هدخل في conjoints هنفهم دور كل واحد فيهم. البوستيرور بيعمل لي ايه؟ posterior with sacrum بيفورم sacroiliac joint. طب اللاترال with femur بيعملوا لي الهيب joint. زي ما قلنا الاتيتابولم مهم جدا، وده بيسموه التجويف الحقوي باللغه العربيه. طيب الاتيتابولم دي عباره عن ايه؟ It's a hollow depression on the lateral surface of the hip. عباره عن hollow depression، منطقه مجوفه في اللاترال سيرفيس من الهيب بون. طيب its floor الارضيه بتاعتها shows ايه؟ بتوريني ايه؟ Alexandral rough non-articular called acetabular fossa. يبقى ده الاسيتابولم اهي، ادي موجوده هنا الاسيتابولم، تمام، ومن جوه شويه كده هتلاقي الاسيتابولار فوس. طيب في هورس شو ثموس ارتيكولار اريا كولد ليونير سيرفيس، في زي حدوه الحصان، يعني منطقه كده زي حدوه الحصان بتكون لي الليونيت سيرفيس، السطح الليونيتي. Articulates with the head of femur forming the hip joint. بيلتحق أو بيتفق مع ال head of femur. ال head of femur أهو، دي ال head of femur، بيلتحق معاها عشان يعملوا لي إيه؟ هما الاتنين مع بعض عشان يعملوا لي ال hip joint، عشان يعملوا لي ال hip joint. Its margin is deficient inferiorly to form the acetabular notch, which is completed by the transverse acetabular ligament to form an acetabular foramen. كمان في عندي fibrocartilaginous slip. Fibro يعني من fibrous leafy وcartilaginous يعني غضروفي، يبقى شفاه غضروفية ليفية. Called labrum acetabularis attached to the margin of the acetabulum to increase its depth. يعني بتلتحق مع المارجن بتاعت الاستابولم عشان تزود من العمق بتاعها، وده اللي احنا محتاجينه في الارتكوليشن بالتحديد عشان خاطر المفصل يبدا يدي حريه في الحركه والاحتكاك. طب الاوبتريتور فورامين، الاوبتريتور فورامين دي اخبارها؟ ادي اهي الاوبتريتور فورامين اهي. طب مالها بالظبط؟ قال لك دي لارج اوبننج، فتحه موجوده كبيره. فاوند بلو اند ان فرونت اوف ذا استابولوم، يعني تحت وقدام الاسيتابولوم. It is filled with obturator membrane، مملايه بالغلاف الابتوريتور، except superior، ما عدا من فوق. An obturator groove، في عندنا حاجه اسمها obturator groove، forms with the superior border of this membrane، بتتكون مع superior border من السطح ده. An obturator canal، بتعمل لي الابتوريتور كانال. For the passage of obturator vessels and nerves، عشان يعدي لي الابتوريتور vessels اللي هي الأوعية بتاعت الابتوريتور، سواء كان arteries and veins and nerves والأعصاب. طيب العظمة اللي بعدها دي عظمة مهمة جدا، بيسموها ايه؟ عظمة الفيمر. عظمة ايه؟ عظمة الفيمر اللي هي عظمة الفخذ، وبيعتبروها
It is the longest and strongest bone of the body. يعني هي أطول وأقوى عظمة من عظام جسم الإنسان. بما إن هي عظمة طويلة يبقى ليها upper end, lower end وليها shaft. يبقى أول حاجة نتكلم فيها عن upper end بتاعة الفيمر عظمة الفخذ. يبقى ليها head وليها neck. تعال نشوف أهي أدي الهيد بتاعتها وأدي النك. تمام؟ وبعدين قال لك الهيد شو فوفيا، يعني الهيد كده فيها فوفيا أهي، فوبيا كابيتس. حلو قوي. في عندي كمان جريتر تروكانتر، جريتر تروكانتر، وعندي انتر تروكانتريك لاين، انتر تروكانتريك لاين جنب الانتر تروكانتريك كريست هنا. وفي عندي كمان نيك زي ما قلنا. حلو قوي. يبقى في عندي هيد شوز فوفيا اند نيك، وفي عندي رقبه، في عندي جريتر تروكانتر انتر تروكانتريك لاين، والنيك شافت انجل از 125 ديجري. طيب جريتر تروكانتر اتس ميديال سيرفيس، هو السطح الميديال. شوز تروكانتريك فوسا، عنده تروكانتريك فوسا. الليسر تروكانتر وذ ذا انتر تروكانتريك لاين انتيريورلي، والانتر تروكانتريك ريست posteriorly in between. كده احنا فهمنا شوية حاجات عن الفيمر الأبر إند. طيب بما ان هي عظمة طويلة وأطول العظام الموجودة في جسم الإنسان، يبقى فيها أبر إند وشافت. تاني حاجة شافت. طب الشافت بتاعها ايه؟ في anterior surface وفي posterior surface. الشافت في anterior surface، يعني الشافت ده في سطح أمامي وفي سطح خلفي. قال لك سطح الأمامي بتاع الشافت كونفكس سموث anteriorly، كده تحس إن هو إيه؟ مسطح، تقدر تلمسه كده ملمسه سموث. طب البوستيريور سيرفس شو جلوتيال توبيروستي، يعني بيورينا الجلوتيال توبيروستي لاترالي، بيورينا كمان البكتينيال لاين، بيورينا كمان سبايرال لاين ميديالي، بيورينا كمان اللينيا أسبرا اللي هي عندها ميديال ولاترال ليبس، وعندنا كمان بيورينا الميديال واللاترال سوبرا كوندايلر ريتشز، بيورينا كمان البوبيليتال سيرفيس اوف فيمر. نبص عليها تاني ونشوف كل التكوينات بتاعتها. يبقى ادي الفيمر بون بوستيريور فيو وانتيريور فيو، نبص عليها انتيريورلي وبوستيريور، بص على العظمه من جميع الاتجاهات وابدا ارسمها وشوف التكوينات اللي احنا اتكلمنا عنها مكانها فين بالظبط. الحته دي بيسموها ايه؟ قال لك الحته دي بيسموها الهيد، ادي موجوده اهي في الانتيرو والبوستيرو. طب الفوفيا كابيتس اهي موجوده في الانتيرو والبوستيرو. طب النيك اهي موجوده في الانتيرو والبوستيرو. طب الانتر تروكنتريك لاين اهو موجود في البوستيرو والانتيرو، ممكن تبص عليه من الناحيه الثانيه. طب ده ايه ده بالظبط؟ انتر تروكنتريك كريست اهو. طب دي ايه بالظبط الحته دي؟ قال لك دي الليسر تروكانتر، دي الليسر تروكانتر. طب ده ايه بالظبط الحته دي؟ قال لك دي جلوتيريال توبريستي، وخلي بالك دي ليها اهميه كبيره قوي بعدين لما هنيجي نتكلم عن الماسلز او الاوريجن اوف سام ماسلز. طب الحته دي بيسموها ايه؟ قال لك دي لينيا اسبرا. طب هي موجوده من الناحيه الثانيه؟ موجوده بس بالعكس. طب الحته دي بيسموها ايه؟ قال لك دي الميديال اند لاترال سوبرا كوندايلر لاينز، ادي الميديال واللاترال سوبرا كوندايلر لاينز. طب الحته اللي من تحت دي قال لك ايه؟ قال لك دي اللاترال ايبوكوندايل واللاترال كوندايل. طيب ممكن تقول لي الحته دي ايه؟ قال لك دي انتر كوندايلر نوتش اهي، انتر كوندايلر نوتش، المنطقه اللي ما بين التو كوندايلز والتو ايبوكوندايلز. اللاترال الناحيه دي كده، هنقول الناحيه دي لاترال والناحيه دي ميديال، الناحيه دي كده ايه؟ ميديال. يبقى الناحيه دي كده ايه؟ لاترال برضو. تمام؟ لان الناحيه اللي من جوه دي اللي احنا شايفينها ميديال، الناحيه اللي من بره لاترال من ناحيتين. طب ده ايه بالظبط؟ ده الميديال كوندايل. واضح؟ يبقى الجزء الثالث عندي اللور اند، ابر اند، شافت، لور اند. اللور اند بتتكون من تو كوندايلز اند تو ايبيكوندايلز، لسه ما اتكلمنا عنهم. الكوندايلز ميديال ولاترال، الابيكوندايلز ميديال ولاترال، الكلام المكتوب جنبه افهمه فقط.
في عندي adductor tubercle is prominence present at the lower end of the medial supracondylar line. العظمة اللي بعد كده بيسموها باتيلا، عظمة الردفة. قال لك دي تعتبر largest sesamoid bone. Largest sesamoid bone، أكبر عظمة سمسمية في جسم الإنسان. Sesamoid bone is a bone that develops inside a tendon. إيه هي sesamoid bone؟ دي عظمة بتنشأ داخل التندون أو tendon of a muscle، تندون بتاع عضلة، to protect it from friction، عشان تحميه من الاصطدام. Patella develops inside the tendon of quadriceps femoris muscle. يبقى احفظ النقطة دي، دي مهمة جدا انك تفهمها. الباتيلا بتنشأ فين؟ في داخل التندون بتاع الكوادريسبس فيموريس ماسل. باتيلا develops inside the tendon of quadriceps femoris muscle in front of lower end of femur. قدام ايه اللور اند اوف فيمور؟ اهي دي اللور اند اوف فيمور، اهي اهي، وقدامها على طول اللارجست سيساموييد بون اللي هي الباتيلا او عظمه الردفه. طب تعال نبص كده بصه سريعه على الباتيلا اللي هي عظمه الردفه. قال لك ذا باتيلا از ترانجلر شيب اند هاز 3 بوردرز، زي من اي مثلث اهي، عظمه شبه المثلث شويه اهي. تعال نرسم مثلث اهي، مثلث. تعال نستخدم قلم تاني، نستخدم قلم تاني لونه احمر مثلا عشان يبقى اللون اوضح شويه. اهي 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 اهي، بما ان ده مثلث فليه بيز، ليه قاعده اهي، وليه lateral articular facet او lateral border، وليه medial border، ليه medial border. يبقى ده الميديال بوردر وده اللاترال بوردر وده لي ابيكس القمه بتاعه المثلث، مش كده؟ يبقى اي مثلث في الدنيا ليه 3 بوردرز و3 سيرفيسز، ليه 3 بوردرز و3 سيرفيسز. قال لك بالنسبه لل3 بوردرز بيز، اهي البيز اهي موجوده من ناحيتين، وكمان في عنده ميديال ولاترال بوردر. ادي الميديال من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وادي اللاترال من الناحيه دي ومن الناحيه دي. قال لك البيز بيسموها الابر بوردر، كمان البيز دي بيسموها الابر بوردر عشان من فوق اهي زي ما حضرتك شايف. طيب ان ابيكس جيفز اتاشمنت تو ذا باتيلر ليجامنت. البيز بيدي اتاشمنت لمين بالظبط؟ للباتيلر ليجامنت، للرباط بتاع الباتيلا. طب الانتيريور سيرفيس، الانتيريور سيرفيس احنا قلنا في تو سيرفيسز، في عندي anterior surface وفي عندي posterior surface. طب anterior surface السطح الامامي rough and subcutaneous. طب posterior surface قال لك its upper part is smooth and articular divided by a vertical ridge into a large lateral facet articulates with the lateral femoral condyle and smaller medial one articulates with the medial femoral condyle. لما تيجي تلخص ابدا اكتب الهايلايتس بتاعه الحاجات دي، 3 بوردرز اكتبهم، اكتب 2 سيرفيسز وافهم الكلام اللي موجود قدامهم. دي الباتيلا، يبقى ده باتيلا is triangular in shape and had 3 بوردرز 2 سيرفيسز 3 بوردرز، البيز upper border، الميديال lateral border، الابيكس بتاعها gives attachment to patellar ligament، بعد كده الانتيريور سيرفيس rough and subcutaneous، البوتيريور سيرفيس its upper part is smooth and articular divided by a vertical ridge into a large lateral facet articulates with the lateral femoral condyle and smaller medial one articulates with the medial femoral condyle.
الحجمه اللي بعد كده بيسموها تيبيا. وانا قلت لحضرتك من شويه القلب الطيب قلب كبير، يبقى العظمه التيبيا قريبه من كلمه طيبه، الطيب دايما كبير، يبقى عظمه التيبيا هي العظمه الكبيره، عظمه الايه الكبيره، وهي بيقول لك الميديال سايد، هي موجوده من ناحيه الميديال. It is the medial of the two bones of the leg and the only one concerned with the body weight. دي الوحيده اللي مسؤوله عن البادي ويت ترانسميشن، يعني هي العظمه الوحيده المسؤوله عن حمل الثقل بتاع الجسم. From femur to foot، من الفيمر لغايه الفوت، من الفيمر لغايه الفوت. زي ما حضرتك شايفها هنا دي عظمه التيبيا اهي، بما ان قلنا ان عظمه التيبيا دي عظمه كبيره او عظمه طويله، يبقى ليها upper end وليها shaft وليها lower end. طب ال upper end consists of two condyles and tuberosity. ال two condyles medial و lateral. يهمني اعرف قوي ال lateral بالذات circular وال medial oval. ال lateral has upper articular surface. It's circular. وبوستيريو لاترال اسبيكت بتاعه has an articular facet to articulate with the head of the fibula. يبقى لازم ابقى اعرف الفاسيت دي عشان دي المكان بتاع الارتكوليشن مع الفيبولا. The intercondylar area rough non-articular area presented between the two articular surfaces of the two condyles. It's divided into the anterior and posterior areas by the intercondylar eminence which has medial and lateral tubercles. كمان لازم ابقى عارف التيبيال توبيروسيتي which lies anteriorly. كلام واضح لغايه دلوقتي؟ تعال نبص عليهم كده في الرسمه الحلوه دي. دي عظمه طويله الكبيره اللي موجوده من الناحيه الميديال، يبقى دي التيبيا. طيب حلو قوي، قال لك شايف التيبيا دي في عندها lateral epicondyle وفي عندها كمان intercondylar eminence، في عندها كمان في التيبيا دي في anterior crest وفي medial malleus. بما ان هي عندها upper end واحنا اتكلمنا عنه، يبقى نتكلم عن الشافت. It presents three surfaces medial lateral posterior which has a soleal line. Three borders anterior chain of tibia medial and lateral. وكمان لازم ابقى عارف ان السيرفس الميديال مع البوردر الانتيريور مهمين جدا بالنسبه للابلايد اناتومي، عشان خاطر الانتيريور بوردر والميديال سيرفس عندهم الكومن فراكتشر بتاع التيبيا. ده شكل التيبيا anteriorly, posteriorly, and laterally. طيب تالت حاجة احنا لازم نتكلم عنها ال lower end، النهاية السفلى لهذه العظمة. النهاية السفلى ليها five surfaces، ليها خمس أسطح anterior, posterior, lateral, and medial with inferior articular surface. طيب العظمة اللي بعدها بيسموها ايه؟ الفيبولا. إذا كانت عظمة التيبيا هي عظمة الساق الطويلة، فالفيبيا هي عظمة الساق القصيرة. إذا كانت التيبيا موجودة ميديال سايد، يبقى الفيبيولا موجودة lateral سايد. يبقى the lateral of the two bones of the leg، هي العظمة الموجودة lateral من عظام الساق. which doesn't share in body weight transmission، يعني هي ما بتساهمش في body weight transmission زي التيبيا. التيبيا هي اللي بتساهم في body weight transmission. طيب هي عظمه من العظام الطويله؟ بعتبرها عظمه من العظام الطويله، يبقى ليها upper end، upper end shaft، middle end lower end. ال upper end it presents a head styloid process and neck. طب حلو قوي، حلو قوي قوي. طب الهيد
قال لك الهيد it has a circular facet on its medial surface which articulates with the lateral condyle of the tibia to form the superior fibular joint. طب ستيلويد بروسيس processing upward. في كمان عندي النك related to common fibular nerve. النك related مع common fibular nerve. الفيبولا كمان لها شافت عنده 3 بوردرز وعنده 3 سيرفيسز. مشيتها بسرعة ممكن أرجع لها تاني. الـ 3 بوردرز بتاعة الفيبولا anterior, posterior, medial or interosseous border, the 3 surfaces anterior, posterior, lateral. الفيبولا عندها كمان lower end called the lateral malleolus و 2 surfaces a lateral subcutaneous surface and medial surface showing smooth area for articulation with talus. Double functions of tibia. ايه هي functions of tibia, عظمة الساق القصير؟ قال لك اول حاجة gives a muscular attachment. gives a muscular attachment. بتساعد في التعلق العضلي. طيب تاني حاجة enters the formation of joints. three joints. لازم تعرف اسماء الثري joints دول, هنجيلهم تاني لما يجي نتكلم عن joints. الانكل والSTF and ITF. It doesn't share in the formation of the knee joint. ما بتشاركش في الformation بتاع knee joint. Used commonly as bone graft in osteoplastic surgery or plastic bone surgery. بنستخدمها كجرافت في جراحة العظام التجميلية. زائد كمان في نقطة تالتة رابعة. It doesn't transmit body weight زي ما كنا بنقول من شوية زي التيبيا. آخر حاجة حابة أتكلم عنها النهاردة الفوت, عظام القدم. وقال لك البونز of foot include tarsal bones, metatarsal bones, phalanges. tarsal bones, metatarsal bones, phalanges. طب التارسال بونز هما إيه؟ calcaneus, talus, navicular bone, cuboid and three cuneiform bones. أربعة وثلاثة سبعة. طب الميتاتارسال بونز قال لك the fifth metatarsal bone has tuberosity. طب الفالانجيز each toe has three phalanges, يعني كل صباع لي ثلاث كتائب أو ثلاث أجزاء except the big one, أكبر واحد has two phalanges. في حتة مهمة لازم أبقى عارفها بالنسبة للتارسال بونز, أنا عايز أحفظهم وبالترتيب. أحفظهم إزاي؟ في حد عظيم إدانا اتنين نيمونيك ممكن نحفظ بيهم التارسال بونز بالترتيب. أول واحدة ممكن نحفظ بيها السبع عظام دول, قال لك the circus needs more interesting little clones. ناخد أول حرف the, أول حرف T, talus. طيب تاني حرف the circus, حرف C, أهو حرف C, وتاني حرف calcaneus. طيب needs حرف ال N, يبقى إيه؟ navicular. طيب M, medial cuneiform. medial cuneiform, first medial cuneiform. interesting, intermediate cuneiform. lateral cuneiform, L. will clones هي الكيبويد بون. طب في نيمونيك تاني قال لك not tall Californian Navy medical interns lay cuties. T زيها برضو T for talus, C for calcaneus, N for navicular, بعد كده عندي M for medial cuneiform, will I for intermediate cuneiform, will L for lateral cuneiform, بعد كده C for cuboid. يبقى أنا كده حفظتهم كلهم بالترتيب: talus,
اهي نافيكولار، بعد كده دخلنا على طول على الانترميديت، والميديال والانترميديت مع بعض، بعد كده اللاترال كونيفورم، بعد كده الكيوبويد والكلكانيس خدناها تاني واحده. بعد التارسال بونز في عند الميتاتارسال بونز او الميتاتارسلز، وعددهم 5 زي ما حضراتكم شايفين، الفيرست الثكند الثيرد الفورث الفيفث ميتاتارسلز. بعد كده في عندي الفالنجيز، يبقى حط التقسيم واضحه قدامك، تارسلز ميتاتارسلز اند فالنجيز. الفالنجيز في الاخر، في لكل فلانج في بروكسيمال بارت ميدل بارت اند ديستال بارت، ما عدا الهالوكس بتاع الفيرست توي في تو بارتس ديستال وبروكسيمال بس. افتكر الحته دي ان الفوت اناتومي فيها 26 بونز، منهم 7 تارسل 5 ميتا تارسلز اند 14 فالنجيز with 38 جوينتس، عندها 38 جوينت اند 4 ارشز for future. دي شكل تاني للعظام بتاعة القدم، دي للright foot، القدم اليمنى superior dorsal part view and inferior plantar view. تفرج عليها، ارسمها، اكتبها، واعرف تاني وكرر وعيد وزيد الأجزاء بتاعتها، الجزء الأول كذا، الجزء الثاني كذا، الجزء الثالث كذا، أحفظ العظام دول إزاي، في عندي 2 نيمونيكس أحفظ واحد منهم، بعد كده أبقى عارف دول هقول أتكلم عنهم إزاي، بعد كده أبقى عارف أتكلم عن دول إزاي. مرة أخيرة هنتكلم، الرسمة دي حلوة قوي وبتكلم عن الـ hind foot or rear foot والميد foot والفور foot كجوينتس، هنرجع لها لما نيجي نتكلم عن الجوينتس، بس دي كده كمقدمة. بص عليها، اعرف المكونات بتاعتها، وقف الفيديو، بص على كل تكوينة في المكونات اللي موجودة في الرسمة دي. انا بطلب من حضراتكم جميعا، خلي عند حضرتك حاسة الرسم او فن الرسم، ابدأ تخيل الجزء من جسم الانسان اللي انت هتبدأ تدرسه، طلعه على جنب، ارسمه وابدأ اكتب التكوينات بتاعته. ده مهم جدا عشان تكون في دماغك خريطة 3D للأناتومي. حابب انبه 3 تنبيهات قبل ما اخلص الفيديو. You need to be added to a free telegram group to reach all the recorded lectures on time. Please confirm under the video. لو سمحت من فضلك، لو عايز تضاف في free telegram group عشان يوصل لك كل الفيديوهات on time، ما تتأخرش حتى لو تأخرت عن النزول، أو تبقى متواصل بطريقة كويسة، ممكن تكتب تحت الفيديو أنك حابب تضاف للتليجرام جروب. If you need also the presentation of the lecture, just write your email under the video. You need the presentation of. لو حابب تاخد البرزنتيشن بتاعة أي محاضرة من المحاضرات اللي بتنزل، اكتب الإيميل بتاع حضرتك تحت المحاضرة، وانا في يوم السبت او يوم الحد ان شاء الله هراجع من كل اسبوع بعد ما اخلص شغلي، هراجع الايميلات وهبعت لحضراتكم البرزنتيشن اللي حضراتكم محتاجينها. Thanks a million. انا بتمنى لكم من كل قلبي ربنا يوفقكم في كل خطوة من خطوات حياتكم، واشوفكم انجح الاطباء. الى اللقاء في فيديوهات اخرى لشرح وتعليم وتعلم ومذاكرة الاناتومي سويا. الى اللقاء.